استهل يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الثلاثة السابقة حملة دفاعه عن اللقب بفوز باهت على مضيفه كييفو فيرونا بهدف دون رد مساء السبت في افتتاح الموسم العاشر بعد المئة للكالتشيو. المباراة التي أقيمت على ملعب مارك أنطونيو بنتيغودي في مدينة فيرونا حسمها البيانكنيري بهدف مبكر سجله مدافع أصحاب الأرض كريستيانو بيراغي بطريق الخطأ بعد 7 دقائق فقط على بداية اللقاء. في اليوم الأول لهذه الجولة نجح روما وصيف الموسم الماضي في التفوق على ضيفه فيرنتينا بهدفي لاعب الوسط البلجيكي راداغا نيغولان والمهاجم الإيفواري جيرفينيو في الدقيقتين 28 و90. بدوره بدأ ميلان الذي أحرز لقب المسابقة 18 مرة بدأ موسمه بفوز كبير على لاتسيو ب3 أهداف مقابل هدف في قمة مواجهات الجولة الافتتاحية التي استضافها ملعب جيوزيبي مياتزا في ميلانو مساء الأحد. تقدم الريسونيري بهدف مبكر سجله الياباني كيسوكي هوندا في الدقيقة 7، ثم ضاعف الغاني علي سولي مونتاري النتيجة بعد مرور 11 دقيقة على انطلاقة الشوط الثاني، وأضاف الفرنسي جيرمين مينيز الوافد من باريس سان جيرمان الهدف الثالث في الدقيقة 64 من علامة الجزاء. بعدها ب3 دقائق فقط سجل المدافع البرازيلي أليكس داكوستا هدف فريق العاصمة الوحيد بطريق الخطأ في شباك زميله الإسباني دييغو لوبيز القادم من ريال مدريد. من جانبه بدأ نابولي مسيرته في المسابقة بفوز هام على جنوا ب2 هدفين خارج الديار، وتفوق أودونيزي على إمبولي الصاعد ب2 دون رد. أما الإنتر أكثر الأندية فوزا باللقب في الألفية الجديدة فقد سقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه تورينو. وفي باقي نتائج مباريات هذه الجولة، تعادل أتلانتا مع هيلاس فيرونا بدون أهداف، وساسولو مع كالياري بهدف لمثله. الجولة الافتتاحية للكالتشيو صاحب التقاليد الدفاعية العتيقة شهدت 4 تعادلات و6 انتصارات، واستقبلت الشباك خلالها 17 هدفا فقط في 10 مواجهات بمعدل 1.7 في المباراة، وهو أقل معدل بين الدوريات الخمس الكبرى في القارة العجوز.